المشاهدين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين الحمد لله. مبروك عليكم هذا الشهر، مبروك عليكم الصيام. تصوموش في هذا الشهر، الله يتقبل يا ربي منا ومنكم يا ربي، والله يرحم والدينا ووالديك. انا اليوم غندير معكم العسل، تصاوبوا شويه الحلوه. احنا عندنا اليوم عيد المراه، عيد المراه وعيد البنت وعيد جابوا لينا الورد، ها جابوا لنا الورد صفر. ايوا الحمد لله، الله يخلينا ديما فرحانين يا ربي، الله يخلينا ديما فرحانين وديما ناشطين، ويدخل علينا ان شاء الله هاد الشهير بالخير وبالصحيحه وبطولة العمر وبالهنا يكمل علينا بالخير يا ربي. تنصوموا رمضان مزيان ان شاء الله. عندي هنايا جوج كيلو ديال اللي قويتي عندنا قوه الهضره، خلي عندي جوج كيلو ديال السنيده ولتر ديال الماء، عندي طريفات ديال الحامض وطرف تاع الليمون وشويه القرفه العواد، وعندي قرنفل، درت سبعة القرنفلات. غنحيد لهم هذا الرويس، ما نخليش حيد هذا الرويس باش ما يجيكمش مار. عندي شويه الزعتر، صافي هادشي اللي غندير فيه. بسم الله، درت هذا في فاصمه، غسلتها ونقيها، نقي هاد الفاصمة، خليها هي الأخرى بعدا. بسم الله، داعم ليا مع أمي انتي راعية أنا شوية، الله يرحم الوالدين. هدا نغربل السنيدة، يبغى يغربلها لي مبغاش يغربلها ماشي مشكل. هداك جاني صغير مغربلش ليا، أنا درت هدا لا مافيها والو، نقيها. درت كيلو، هاد الكيلو الثاني، نديرو شويه الحلوى، كاين اللي كيبيتها دايره في الماء، انا ما غنبيتها لا في الماء لا والو، غنديرها نيشان. بسم الله، عندي طرو ديال الماء ها هو. بسم الله، يطرو ديال الماء في جوج كيلو ديال السنيده. شعلوا على البوطه، خليو البوطه مجهده حتى تغلق، عاد نقصو على البوطه ونكرزو عليها ان شاء الله. بسم الله، غندير الحامض ديال الليمون، شويه القرفه والمسكه، اللي عنده شويه المسكه ما يديرهاش دابا حتى هاي طيب، عاد يدير شويه المسكه حره، اللي عنده اللي ما عندوش ما شي مشكل. نعقدو هذه الحزيمه، نعقدوها، هيا غنسيب هاد شويه الزعتر وقرنفل. بسم الله، غنحركو، انا غنحركو باش السنيده ما تلصقش لتحت، غنبقى نحرك فيها ان شاء الله تتبخ. ملي تتبخ نكرز عليها ساعه ونقص البوطه، نكرز عليها وندير الصفاره ونكرز عليها ونخليها ساعه ساعه، عاد نطفي عليه، نطفي عليه ان شاء الله رجع معاكم. نعم، انا نبقى نحرك حتى يتبخ باش ما تلصقش لكم السنيده لتحت. ها هو بدا يغلى، غلات الكوكوب، انا غندير هاد كامومينلا
حنا كنقولوا لها في المغرب بابونج بابونج في المغرب، وهنا كاموميل كنقول لها كاموميل. هادي نديروها فيها، اللي كيبغي يدير اتاي ويدير داكشي فيه هذا يدير على هذا، دير هذا كتدير اللون. حيد لها هاد الكويغر بسم الله. دابا غادا نكرز عليها هانت هانت، شوف غادا نكرز عليها صافي اسي. وهني البوطه تكون ناقصه، كل بوطه ناقصه انت البوطه غنقصها شتي شويه، ها نخليها بحال هكا ندير لها ساعه ان شاء الله يا ربي ساعه ان شاء الله، ونرجع معاكم نوري لكم كي غيجي. انا غنحلها، رانا طفيت عليها خليتها بردت شويه بسم الله. قلت لك شوف واش تحرقت ولا زول تحرق، لا تحرقت نوريوني وما بقات نوريوني بحال بحال ما تحرقتش تبارك الله. ها لا لا ما تحرقتش تبارك الله. عمتي انت راه ساعة خليتها ساعة، ها انها شوفوا كي ولا الحامض، شوف ولي معسل الحامض. ها هذا تشربيه دابا؟ دابا غنخليه حتى الصباح ونشوف ولا شرب. هي هذيك ما شربش غادي نردو ثاني شويه تبخ انا باش ما كان، غادي نقول لكم ان شاء الله غدا. دابا الليل هذا الصباح انت حتى الغدا ان شاء الله في الصباح. دابا غندير ما يبردش، دابا ما يبردش وقال شويه ولا تنشوف شويه نبرد. حبيبتي خذي يا حبيبتي. اشنا يا حبيبتي؟ تعال بقيت انا درت هاد جوج كيلو، هاد جوج كيلو ما كافيانيش، انا عوريت اللي بغى يدير هادو. انا ندير شويه هنا يبرد، شوفوا غيبرد شويه كيبرد في عقاد. يبرد في عقاد، نشوفوا ان شاء الله الصباح كي غيصبح ونوري لكم ان شاء الله. ولا ثاني نشرب لكم مزيان، نشوف لكم مزيان، تزيدوا شويه الماء حتى يطيب وتزيدوه فيه، وتزيدوه فيه وتخليوه يطبخ شويه وتطفوا عليه. ها انت صافي ان شاء الله حتى الغدا ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم، انا رجعت معكم على العسل اللي صايبت معاكم، درت خليته حتى البات حتى الغد الصباح. ها هو كي ولا شوفوا تبارك الله. ها هو انا راه درت ثلاثه ها الحام داك الليمون كي ولا، شوفوا كي ولا ولا مارو باش تعرفوا العسل راه طاب. انا دابا درت 4 كيلو، درت معكم 2 كيلو وريتهم ليكم كيفاش درت ليهم، ودرت جوج اخرين بوحدهم وهادشي وخلطتهم هنا حيت انا ما غيقدوني 2 كيلو. ها انتو شوفوا كي جا، ها ودرت معاهم واحد شويه المسكه حره، جوج حبيبات ديال المسكه حره اللي حتى فيها اللي كان باقي سخون ما تدقوها ما والو، روحوا هكاك راه تدوب راسها. ها انتو كي جا العسل، ها انتو تبارك الله ما شهيتكم. ها ها انتو شتي، حنا غنديرو ان شاء الله شباكيه ونديرو به حليوات ان شاء الله يا ربي. ها الله يتقبل منا الصيام وصيامكم يا ربي. الا بقى لكم جاري العسل انا درت ليه ساعه، الا بقى لكم ما طابش مزيان جاكم جاري وتردوه يطيب فوق البوطه تزيدوه شويه وتخليه حتى الغد، حتى الغد تاني عاد تشوفوا كيفاش ولا، واش باقي جاري ولا هو هذاك ولا. انا جاني هو هذاك الغد ملي در اللي حليت عليه جاني هو داك الساعه، وانا جاهد البوطه شويه تخليها شويه تصفر شويه وتنقص البوطه وتخليه ساعه تيطيب مزيان. الا ما الا طاب وعقادك خليتيه حتى الغد وعقاد، ديري شويه الماء طايب كاس ديال الماء طايب وزيدي فيه حركي فيه صافي وخلي صافي وغايجيك مزيان. ها انا ما زدت فيه لا ما طيب لا والو. ها مازال جاك جاري تردي شويه يطيب فوق البوطه يختار شويه تيبان لك الليمون ولا مارو عاد تفي عليه. نتمنى من الله يجيكم كل شيء زوين ان شاء الله يا ربي، نتمنى من الله يجيكم زوين ان شاء الله ما يحشمكمش يا ربي.
يلا السلام عليكم وفيديو اخر جديد ان شاء الله يا ربي، والله يصومنا رمضان مزيان وبخير وعلى خير ونكونوا من الفائزين ان شاء الله يا ربي. يلا السلام عليكم.